المغص متى يكون خطيرا؟ تتعدد أنواع المغص أو أنواع المغص المعوي، ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه متى يكون المغص خطيرا وهل يستدعي الذهاب إلى الطبيب؟ هذا اللي بنتعرف عليه اليوم، بنناقشه مع الدكتور سامي سالم، استشاري جراحة جهاز هضمي وجراحة السمنة بالمنظار. يسعد صباحك دكتور سامي، أهلا وسهلا فيك. حياك الله. صباح الفل. أهلا دكتور. بخيرها دكتور سامي. كلنا بنصاب أحيانا بشعور بوجع في البطن ونتفاجأ أنه مغص، ولكن أي أنواع المغص ما بنعرفش، ولكن أيضا متى يكون المغص خطيرا؟ نعم، أولا صباح الخير وبحيي المشاهدين جميعا. اليوم طبعا الحديث هو عن شيء سائد جدا في عند الناس وفي المجتمع، اللي هو الشعور بالألم بطريقة المغص. يعني هو ألم، بس ليش نسميه مغص؟ صفته كمغص بتميز انه يعني بياتي بدرجات الحده تاعته متفاوته، بيبدا مثلا قوي بخف، بعد يرجع قوي، بعد يخف، بعد يعني موجات يعني من الوجع، ليس من الوجع المستمر. نعم. فهذا له علاقه طبعا بالحركه الدوديه اللي بنسميها بريستالزيس، او الحركه الدوديه للامعاء، الحركه انها بشد وبرخي ترخي الامعاء. نعم. طبعا اللي تعمل رده فعل وبتعمل الم، معناته هذا انذار انه في شيء معين مش صحيح يعني عم بيصير. بحد ذاته هو المغص ليس حاله مرضيه، بل هي ظاهره لشيء مش صحيح. نعم. طبعا هذا الشيء المش صحيح اللي عم بيصير اما بيكون مؤقت عابر، وهذا في العادي يعني اكثر من 90% من الحالات هيك، او بكون حاله مرضيه مستمره فبتكون متكرره يوميا وتكون ناتجه عن حاله موجوده، يعني نتكلم عنها احنا الان لاحقا. في البدايه نتكلم عن الحالات المرضيه العابره. نعم. العابره بمعنى انه يعني تبدا حسب وين الجهاز الهضمي. المغص ممكن يكون في المعده، ممكن يكون في منطقة الـ 12 الأمعاء الدقيقة، وممكن يكون في الأمعاء الغليظة. في هناك أوجاع مثل المغص أيضا نفس الطريقة الحدوث، اللي هي حتى مغص في القنوات الصفراوية في المرارة، يعني هي تقلصات بالشد وبترخي، لما تشد بتؤدي لألم أو ظهور ألم، ولما ترخي بخف الوجع. هاي يعني على العلامة المرضية للمغص، المغص المعوي أو المغص داخل البطن. فالأسباب السائدة لهيك حالة طبعا حتى الحالة النفسية. نعم. ممكن تكون سبب للمغص. يعني في ناس. نعم. صحيح. ردة الفعل بتاعهم عن طريق الأمعاء، يعني إذا كان عنده اضطرابات توتر، ممكن يصير البعض بصير عنده وجع راس، ألم بالرأس، الآخر بصير عنده مغصة. نعم. في المعدة. نعم. بتذكرها أكثر شيء وقت الامتحانات دكتور. أيوة. لما كان بالضبط. في خوف وتوتر. بطني توجعني. ها. هذه إلى علاقة بالعصب نفسه، العصب نفسه بيؤدي إلى شدة عضلة الأمعاء وبيؤدي إلى ظهور ألم. الآن طبعا إحنا عن طريق الطعام والأكل نأخذ دائما بكتيريا كثيرة موجودة وطبيعية، هاي موجودة في كل بيئة، موجودة هاي البكتيريا. لما تدخل على الجسم هاي البكتيريا إذا أدت يعني عادة تقتل هي عن طريق الحصانة والمناعة الموجودة اللي تبدأ الحقيقة بالفم، الحصانة. نعم. والمناعة. نعم. عندنا اللعاب في مادة لقتل البكتيريا، بعدين بتنزل إذا نزلت البكتيريا للمعدة، في المعدة في الحامض المعدة بيؤدي لقتل البكتيريا. لكن إذا هذه البكتيريا تكاثرت كانت بكمية، مثلا أكل كان في تسمم في بكتيريا وفي مواد سامة، فهذا ممكن يؤدي إلى ردة فعل إنه الأمعاء بشد نفسها وتمغص مغصة شديدة وبتخف بعد ترجع تمغص. يعني هذا. نعم. في درجة مؤلمة جدا، ممكن يؤدي إلى ردة فعل التقيؤ عند الشخص. صحيح. طبعا وهذه عادة الكثير منها بتكون عابرة، يعني قد تستمر يوم يومين ثلاث. طبعا الألم الإنسان إذا يعني استمرت مثلا خلال يوم أو يومين مش لازم الشخص يراجع الطبيب دكتور؟ هو عادة نعم، هو اللي بيحتاجه الشخص في الحالات العابرة هاي بيحتاج لمسكن. نعم. يعني هي مراجعة الطبيب حتى الواحد يقف على أسباب أخرى، ما تكونش في أسباب أخرى مسببة للمغص وحالة مرضية. يعني طبعا إذا كانت مغص في القنوات الصفراوية ممكن يكون انسداد حصوي في القنوات الصفراوية تؤدي لمغص شديد في البطن، الشخص نفسه ما بيقدر يميز أنه هذا جاي من الأمعاء واللي جاي من القنوات الصفراوية. صحيح. بعض. نعم. الأحيان أيضا انسداد في القنوات البنكرياس ايضا بسبب حصوه، ممكن سبب التهاب بنكرياس وسبب يعني الام مثل الام الامعاء المغص. يعني حتى الطبيب بعض الاحيان نفسه
ما بستطيع شخص هذه الحالة عن طريق الفحص السرير لوحده، ولا بد من الاستعانة بالفحوصات المخبرية حتى ما يميز. على ذكر الانسداد دكتور سامي، ماذا يقصد به؟ يعني هذا ربما يكون أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى المغص، هو الانسداد المعوي، وماذا يقصد أيضا بالانسداد المعوي؟ نعم، هو رح نأتي له. إحنا في البداية هو التوترات يعني أحد الأسباب، بعدين قلنا البكتيريا أو الالتهابات الفيروسية قد تكون أحد الأسباب لحدوث مغص في الأمعاء. الآن غير أنه في الأمعاء كمان في القنوات الصفراوية يمكن يصير، وفي قناة البنكرياس يمكن هذه الأمور تصير. الآن أي التهاب أيضا في جميع الأمعاء في كل مراحله، يعني إن كان في الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة، ممكن يسبب مغص. إحنا قلنا أن معظم الحالات الحقيقة أنها حالات عابرة تستمر من يوم يومين، وما بيحتاج الشخص إلا المسكنات، وإذا ما استطاعش يأخذ السوائل طبعا ممكن يحتاج السوائل بالوريد، لأن الجسم حتى يقوم في وظائفه الطبيعية وفي المقاومة للحالة المرضية بيحتاج للسوائل. يعني إذا ما قدرش الواحد يأخذ السوائل عنده غثيان تقيؤ، فبيحتاج أيوة أنه يعوض السوائل عن طريق الوريد، وبيحتاج أنه يعطى أدوية تخفف المغص وتخفف الألم، وعادة بتكون عابرة. الآن إحنا بهمنا الحقيقة أنه الحالات المتكررة يعني من المغص. أيوة في الضبط. إنسان تأتي حالات متكررة من المغص، مش يوم يومين وأسبوع أسبوعين، فهذا لابد منه أنه يراجع الطبيب، لأنه إلها أسباب كثيرة. نعم، ما هي هذه الأسباب؟ نعم أيوة، يعني هذه الأسباب قد تكون طبعا، شوف هو قد يكون إنسان عنده مساك متكرر يسبب له مغص دائما. نعم. إنفاخ وغازات، وهي من الحالات السائدة اللي هي الحالات المزمنة بنسميها الطويلة، وهي حميدة يعني مش خطيرة، لكن لازم تعالج. يعني إنسان ما بيخرج على الحمام، عنده مساك، بصير عنده غازات، الغازات هذه بتعمل شد عنده في الأمعاء الغليظة، وقد تكون في الأمعاء الدقيقة أيضا، فبتعمل عنده الألام ومغص داخل البطن. الآن في التهابات، من الالتهابات المزمنة اللي كان كرونز أو التهاب الكولون التقرحي، قد يسبب مغص عند الشخص وله آثار، مثلا بصير عنده مغص بروح الحمام مباشرة. هذا تحدث عن متلازمة كرون. متلازمة كرون أيوة. ماذا يقصد فيها متلازمة هو كرون؟ نوع من أنواع الالتهابات اللي بتصيب جميع، يعني قد تصيب الجهاز الهضمي من الفم حتى المخرج وأي منطقة، لكن عادة أكثر شيء بتصيب الأمعاء الدقيقة. نعم. يعني الإنسان بيحس بمغص وبروح مباشرة على الحمام، عنده إسهال، يعني ممكن يكون عنده إسهال متكرر. طبعا هذا لابد من إجراء فحوصات له، حتى أنه للأسف هاي الحالات عم بتزيد عندنا في مجتمعاتنا. احنا لما اتذكر لما درست الطب في المانيا. نعم. كنا يعني ندرس انه حالات هي سائده في اوروبا، في المجتمعات اللي هي غذائها مصنع كثير، وفي المجتمعات اللي بتاكل اكل طبيعي قليل جدا، وكانت نعم. في مجتمعاتنا احنا حقيقه قليله هاي الامور، لكن احنا اصبحت التغيرات الان في التغذيه وفي الاكل والزيوت اللي عم ناخذها، هذه كلها زيوت محروقه، فاصبحنا بنعاني من نفس المشاكل اللي عم بيعانوا منها كمان الغربيين كانوا سابقا وما زالوا طبعا. نعم. فهذا يعني له علاقه حتى يعني بالاطعمه، لكن مش معروف بالضبط هل هي فيروسات اللي بتسبب الحاله هاي. نعم. ام هي بكتيريا، لانه هي زي الروماتيزم اللي بيصير بالمفاصل. في يعني الروماتيزم بيصير في الامعاء، انه بتفرز الجسم بيفرز مواد بتاكل نفسها الغشاء المخاطي للامعاء. نعم. بتعمل فيها تقرحات وتعمل فيها التهابات في هذا المنطقة. طيب دكتور، يعني النساء ممكن، هل النساء يصابوا بالمغص بالعاده اكثر من الرجال؟ لا هو اللي بتشعر يعني أنه في أنواع مغص. لا يعني هو المناطق الثانية في الجسم عادي، بس المرأة عندها في المنطقة السفلية ما تحت السرة ممكن نعم. تصاب بالمغص، وهذا سببه طبعا اللي هي التغيرات الهرمونية في الدورة الشهرية. نعم. هذه بتسببها، وردة الفعل إلها بتختلف طبعا. في هناك حالة يعني واحد بيصير معها متكرر، لابد أنه تفحص لما يكونش عندها مثلا بنسميه اندومتريوزس، يعني اللي هي غشاء الرحم الهاجرة بتكون موجودة، البطانة الهاجرة هذه اللي بتكون في موجودة خارج الرحم، ممكن تعمل مغص متعلق أو ألم في أسفل البطن متعلق في الدورة دائما. نعم. في وقت الدورة. نعم. لابد من إجراء الفحوصات هذه. نعم. طيب دكتور. نعم. سامي، لو نتحدث أيضا، هل العامل الوراثي سبب في انتشار أمراض المعدة وخاصة عند النساء مثلا؟ لا أحيانا بلاقي أسرة من قد يعني ربما تكون الصدفة أو هناك أسباب صحية، أنه الأم عندها المعدة والتالي البنات أيضا عندهم المعدة أيضا أو ألم. نعم. المعدة. هو طبعا في حالات معينة في العامل الوراثي بيلعب فيها دور، مثلا عندنا حالات ارتداد المعدة المريئي، نجد أنه 70-80% من الحالات هذه موجودة بالعائلة،
يعني بس شو العامل الوراثي في الضبط غير معروف يعني. نعم. لكن انه مزبوط بيكون موجود في العائله، بتكون طبعا مش هو المغص بس لحاله، هو الام بتكون في المعده، ارتجاع السائله. اما غير هيك يعني حالات متوارثه بالامعاء يعني احنا في شغلات بنراها انه موجوده بالعائله بس ما فيها تفسير واضح وراثي لها. نعم. من ناحيه طبيه بس ما في حالات مرضيه معينه نقول عنها هذه هي وراثيه، مثلا المتلازمه كرون وراثيه او لم تثبت بعد علميا. نعم. غير معروف هذا الشيء. نعم. طيب دكتور، التهاب المعده هل له دور ايضا بمغص البطن؟ طبعا هو القرحه داخل المعده او داخل ال 12 ممكن تعطي الم يعني شبه المغص مشابه. يعني هو في الم مستمر لكن بيشد في بعض اللحظات وبخف وما ما بغيب. يعني احنا طبعا بدك تعرف اي تضيق ايضا في منطقه الجهاز الهضمي ان كانت قرحه او تورمات، يعني اورام هذه مهمه جدا، يعني انه بعض الاورام ظواهرها المغص بسبب انه تضيقات في منطقه البطن، فبصير يعني عند الشخص في المنطقه اللي ما قبل الورم بصير تجمع للسوائل، تجمع للفضلات وانتفاخ، فبتعطي مغصات مستمره للشخص هذا. اذا كانت طبعا هاي الامور مش عابره يعني استمرت ايام فلا بد من مراجعه الطبيب عليها، وعاده بتكون طبعا مصاحبه لها ظواهر اخرى، يعني اما انه الانسان بيكون طبيعي بيروح الحمام ومره واحد بس عنده امساك طويل، او مره امساك مره سهال هاي ما كانت عنده سابقه وصارت معاه خاصه في العمر ما فوق الأربعين. نعم. فلا بد انه يعني مراجعه الطبيب، بسموه تغير في خروجه للحمام. هاي ممكن تكون طبعا لها علاقه في وجود اورام في القولون، خاصه اذا كان في سيره حتى عائليه لهي المشاكل. نعم. نعم. لابد من اجراء الفحوصات. فطبعا بعض الحالات المهم جدا نذكرها اللي هو عاملين عمليات سابقه، خاصه عمليات فتح بطن لسبب معين في السيره المرضيه السابقه، فبتكون عندهم تليفات والتصاقات داخل البطن. صحيح. نعم. هاي الالتصاقات داخل البطن قد تكون بعض الأحيان سبب للمغص المتكرر، لأنه بكون الأمعاء الدقيقة ملتصقة في مكان معين ومرور الفضلات في الأمعاء مش بطريقة سلسة، فممكن يؤدي إلى تجمع ويؤدي إلى مغص. إذا صار التواء فهناك يصبح انسداد معوي. نعم. وهذا الانسداد المعوي يعني الحقيقة أنه هو حالة خطيرة لازم نحل مشكلتها. فطبعا إذا كان جزئي يعالج بالطرق التحفظية، إذا كان انسداد عن طريق التواء الأمعاء موجودة مثلا في فتق معين في جدار البطن دخلت فيه والتوت الأمعاء، هاي الافتاقات جدار البطن ممكن تسبب مغص متكرر وممكن تسبب انسداد كامل. نعم. طبعا الانسداد احنا لابد نحل مشكلته يعني خلال 48 ساعة لازم نحل المشكلة، وإلا بيؤدي إلى تسمم وإنه الشخص بيقدرش يأخذ سوائل أبدا، قطعيا نشفان في جسمه. وإذا كان انسداد قوي قد حتى عند البعض سبب الوفاة المفاجئة عند الشخص بسبب الضغط الشديد على الأوعية الدموية الداخلية، وبصير رجوع الدم إلى القلب خفيف بينزل الضغط مباشرة وممكن يسد حالات وفاة مفاجئة. نعم. يعني هذول خاصة اللي ما عندهم اللي عندهم التصاقات شديدة جدا بصير معهم انسدادات، هذه حالتهم تعتبر نعم خطيرة. نعم. دكتور، في كثير من احنا كعرب يعني معروف عندنا دائما الوصفات الشعبيه، اول ما الواحد بحس في المغص خد قشر رمان، خد مراميه، خد منها الاعشاب. فهل فعليا مجدي؟ نعم. هذه نعم الاعشاب طبعا. هذه مجدي طبعا للحالات العابره. نعم. يعني صار مع الواحد التهاب يعني جرثومي يعني المؤقت. نعم. صار مع التهاب جرثومي، التهاب بكتيري او فيروسي وعمل له مغص، طبعا هذه بتهدي عضلة الأمعاء وبتخفف المغص. طبعا إن كانت المرمية أو البونج أو بزر الشومر هاي معروف يعني بتخفف الغازات بتخفف المغصة، بس طبعا إذا كانت حالة مرضية قوية تحتاج لأكثر من هيك. نعم. طيب ماذا دكتور سامي عن المغص عند الأطفال؟ المغص عند الأطفال الصغار طبعا هو الحقيقة أنا مش طبيب أطفال لكن هو معروف كثير بصير مع الأطفال، هذه العلاقة بالتغذية بالأكل، يعني الطبيب بده يحدد مع الأم شو بيأكل. بعض الأحيان لما يتغير أكله من حليب الأم
ربما حتى الطبيعي لما تاكل بيعمل غازات ونفاخ، ربما الام ايضا لما تاكل بعض الاطعمه تؤدي ايضا أيوة الى أيوة تغير نفس الشيء. بيكون اما تحسسات او غازات ونفاخ عند الطفل، وبتتكون فيها في مرحله معينه بتتكون فيها البكتيريا الحميده عند الطفل في الامعاء، هي مهمه جدا. فهي مرحله التكون بعض الاحيان ممكن تؤدي الى عندهم مغصات وانفاخ عند الاطفال. يعني طيب دكتور، في بعض الحالات يعني اللي المغص بيكون مؤشر لممكن مشاكل اخرى، هل في اجراءات جراحيه غير عن الاجراءات ممكن؟ لا، هو الاجراء الجراحي اخر ما يكون وبعد التشخيص طبعا. يعني اذا كان في انسداد كامل وما انحل خلال 48 ساعه، طبعا هناك في تداخل جراحي لازم يكون، ممكن يكون بالمنظار طبعا في حالات كثيره، وبعض الاحيان يضطر انه فتح البطن. هاي الحالات الانسداد اذا كانت اورام طبعا لابد انها تستأصل. يعني ما زال قديما وحديثا العلاج الشافي للورم هو استئصاله. يعني ولما نقول احنا ما فيش عمليه معناته المرض اصبح متقدم جدا، انه العمليه غير مجديه مش راح تفيد. اما افضل شيء هو التقاطه في حالته البدائيه واجراء العمليه، فيعتبر شفي في حالات كثيرة إذا التقطت الحالة في بدايتها. ودائما اللي يكون في ظواهر معينة الإنسان، أي تغيرات عليه صحية لا يهملها. يعني هي أهم شيء. يعني ما أحيانا في كثير ناس بيستهينوا، يعني إنه لا معلش ممكن ما أخذ برد، ممكن أكلت شيء ما لا أمني، وبيستهينوا حتى لو استمر معهم لفترة. ولكن فعليا بعدين بيكون العلاج أصعب لإلهم. مظبوط صحيح. ما هيدو يعني معلش أسبوع مع 10 أيام أسبوعين إذا كان عندك ظواهر جديدة عليك تحملها ما في مشكلة، خذ مسكنات كذا. بس إذا أكثر من هيك لابد من مراجعة الطبيب حتى انه يتوقف الواحد على السبب وعلاجه في وقته، مهم جدا. التشخيص طبعا هو بيبدا طبعا بالفحص السريري للطبيب. اثنين، بنستعين بالمختبر بيبين انه في التهابات، علامات التهاب ولا لا في كريات الدم البيضاء، في مؤشرات للالتهاب يعني فحص معين. بعدين بنستعين في الفحوصات من الالتراساوند، صوره الاشعه على البطن، اذا في اي انسداد بيبين في انتفاخ في الامعاء. او نستعين في الصور الطبقيه مع اعطاء بعض المواد الملونه، فبتحدد لنا المنطقة اللي فيها المشكلة. نعم دكتور سامي، أيضا هناك يقال من الأشخاص المعرضين للانسداد المعوي هم المصابين بأمراض المعدة بكثرة، يعني زي تقرحات المعدة أو القرحة في المعدة. نعم، هو المعدة نفسها بحد ذاتها ما بصير فيها انسداد إلا إذا كان لا سمح الله ورم كبير، لأن المعدة حجمها كبير. نعم. الآن وين في مخرج المعدة أو في بوابة المعدة، هي هناك ضيقة، المنطقة ضيقة، إذا صار فيها أي ورم أو التهابات حتى كمان حادة ممكن تؤدي لتضيق. يعني قرحة في الأول 12 ممكن بعض الأحيان تؤدي إلى انسداد في المعدة وتعمل مغص، موجودة أيضا. لكن جوا المعدة موجودة حالات نادرة أنه يصل الورم لدرجة كبيرة يعمل انسداد داخل المعدة. نعم. إذن يعني شكرا جزيلا لك الدكتور سامي سالم، جدا سعدنا فيك في هذا الصباح كالعادة. أيضا الله يسلمك، يعطيك ألف عافية. وحياك الله. أهلا وسهلا فيك الدكتور سامي سالم، استشاري جراحة الجهاز الهضمي وجراحة السمنة بالمنظار.